أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة حرص مملكة البحرين على الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، والذي يأتي بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عبر توجيهات السامية والاستراتيجية الثاقبة في إصدار القوانين البيئية التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية والطبيعية في المملكة، والقرارات والمشاريع والمبادرات التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومؤازرة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حماية البيئة وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وتشجيع استدامته. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن هذا الاهتمام والدعم الكبير الذي يتجسد في إصدار القوانين والقرارات والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه المملكة في سبيل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بأفضل السبل في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة أشكاله، مما أكسبها سمعة طيبة وإشادة إقليمية ودولية في هذا المجال، والتي جاءت ضمن مبادئ دستور مملكة البحرين الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية في المادة 11، وذلك ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني. وقال سموه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام أن المجلس الأعلى للبيئة حقق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال التنوع البيولوجي، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية سايتس، وتمت إحالة المشروع للمراجعة من قبل المجلس الوطني التشريعي، مشيرا سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي منذ عام 2018 على تجهيز ملف محمية جزر حوار لإعلانها كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث عالمي طبيعي تحت مظلة اليونسكو العالمي. وأوضح سموه أن المجلس قام بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساسية إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في مملكة البحرين لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ في مملكة البحرين، وذلك عن طريق مراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة وإجراء المقابلات والمسوحات الميدانية. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الجاري. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على اهتمام مملكة البحرين وتعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما تقدمه من دراسات ومشاريع لمواجهة الأزمة البيئية والتحديات التي تواجهها في ارتفاع معدلات الانقراض للحيوانات والنباتات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وخصوصا في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى أزمة التغيير المناخي، مشيدا سموه بالدور الإقليمي الذي يقدمه المكتب الإقليمي للمساهمة في حماية الطبيعة وصون المساحات البرية والبحرية بشكل طموح وبمسؤولية شاملة.